برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة امبارح في موقع الحريق اللي حصل في استوديوهات الأهرام في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وتابع جهود السيطرة على الحريق والوقوف على حجم الخسائر والعمل على سرعة صرف التعويضات للمتضررين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انه في إطار تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعتها من مطار العريش على مدار يومين 15 و 16 مارس لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها توجه الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء لموقع الحريق اللي نشب باستوديوهات الأهرام في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وده لمتابعة جهود السيطرة على الحريق والوقوف على حجم الخسائر والعمل على سرعة صرف التعويضات. وتجول رئيس الوزراء ومرافقه في أرجاء موقع الحريق والعمارات السكنية المتضررة من الحادث المؤلم للوقوف على حجم الخسائر اللي لحقت به. ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وده للوقوف على حجم الضرر وإعداد مؤيسات هندسية تتضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعتها من مطار العريش على مدار يوم 15 و16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وده بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الراهنة. امبارح نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن احتفال بمناسبة يوم المجند 2024 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية. تضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية في كافة المهام الأمنية اللي أظهرت مجمل عمليات التدريب اللي بيحصل عليها المجندين وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية اللي بتمكنهم من أداء المهام المكلة إليهم بكفاءة عالية، وده البث الطمأنينة في نفوس المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. امبارح تصدرت جامعة القاهرة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في تصنيف سميجو العالمي لعام 2024 والتواجد ضمن المربع الذهبي Q1 لأفضل 10% من الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم من أكثر من 9000 مؤسسة عالمية. تصنيف سميجو لعام 2024 وضع جامعة القاهرة الأولى مصرياً، وترتيب الجامعة هذا العام تطور عن العام الماضي حيث كان 1125 عالمياً وأصبح 870 بهذا العام بنسبة تقدم قدرها 23% خلال عام واحد، وهو ما يعكس حجم تحسن السمعة الدولية والاعتراف الدولي بما قطعته جامعة القاهرة من تقدم كبير طبقاً للمعايير الدولية.